Africa. Africa, our motherland, whose strength lies in its youth, peace in Africa, is truly remarkable. I urge you to recognize that of the National Observatory. Why the لقاء اليوم يرتكز على تنسيق وتعاون بين شبكة الحوار وحسن الجوار الجزائري الإفريقي وأيضا مركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب. العمل الكبير اللي قمنا به اليوم هو إدماج المجتمع المدني مع هذه المؤسسات الإقليمية وأيضا الوطنية لحماية الشباب وإدماج المجتمع المدني كعامل أساسي ورئيسي لمواجهة هذه التحولات الجديدة التي أصبحت تستعمل وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا البحث في هذا السياق المشترك الإفريقي اللي يتميز بتحديات كبيرة تتمثل في الإرهاب أو في التحديات الاقتصادية والاجتماعية. وأيضا اليوم ممكن أيضا مع الورشات نترقب الحديث على إطلاق شبكة المجتمع المدني الإفريقية لبناء السلم ومواجهة التطرف والإرهاب. وسطاء الأمن والسلم خاصة اللي راح يكونوا قد يستفيدون من منحة من بورس اللي تكون قصيرة المدى وسيعمل المرصد للوصول إلى هذه الآليات والأدوات لغرض بناء هذه الشبكة الإفريقية وأيضا للاشتراك مع كل جمعيات المجتمع المدني الإفريقية وأيضا الشركاء للوصول إلى إطلاق هذه المشاريع.